تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. أول شيء خلوني أرحب دكتورة ندى الملة معي في البرنامج. تكلمي دكتورة، خلينا نجرب صوتك. مو حلو هالمايك. عموما صباحك الله بالخير دكتورة، كل الشكر للمنسقة معانا اليوم إن شاء الله حمد المعيوف، وفي الإخراج معانا عيسى سبيل. الله يخليك دكتورة، استخدمي هذا المايك لأن في عندنا ضيف بيكون موجود، يعني لازم على الهواء دكتورة، لازم سوي زحمة محمود على الهواء. إنزين تفضل دكتورة، ذكرينا بأرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على اكاونت نور دبي DHA_دبي وعلى اكاونت نور دبي على انستغرام. زين يوم يوم المرأة العالمي اليوم، يوم الاربعاء يوم المرأة العالمي. ليش معصبة؟ انا ملاحظ رجال فرحانين بيوم المرأة اكثر من لاحظ. هم مستانسين ما عارف ليش، يمكن عشان الحريم بيطلعون بيخلون بيت هادي، يمكن يحتفلون، يمكن. عموما يعني الله يهنيكم، ان شاء الله يكون في عندنا يوم للرجل. في موجود رجل. تاريخ كم؟ قولي لأنا أتذكر فيه بس ما أتذكر التاريخ، بس فيه 19-11. متأكد؟ عيسى السبيل عارف. متأكد؟ بنحتفل فيكم إن شاء الله. زين وأنا 11-11 عيد ميلادي بعد. يلا معلومة مو مهمة، المهم نسلم على كل النساء اليوم. ليش سألتيني ذاك اليوم عن يوم ميلادي عيل؟ لأن أنت تقول أن أختك العودة. والله عيسى يعني إذا بضطر شيء ما بنقول لا بعد. عموما أنا بس أهم شيء أنك ما تأكل سكر عيسى، تعرف ليش؟ لأن يقول لك في دراسة علمية حديثة تقول أن الإفراط في تناول السكريات قد يرفع مخاطر الإصابة بالزهايمر، فبتنسى يوم ميلادي إذا كلت سكر زيادة. هذا يقول لك فيما يعد أول دليل ملموس على وجود علاقة بين نسبة السكر الجلوكوز في الجسم أو في الدم مع المخ. إنزين الدراسة تقول تأكد على وجود علاقة بين السكري وأمراض الزهايمر والخرف، ما يعد دليل على العلاقة بين ارتفاع مستويات السكر في الدم وتأثير الضهر على الوظائف الإدراكية في المخ. يقول الدكتور عمر كسار من جامعة باث المشاركة بالدراسة إن من المعروف أن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى السكري والسمنة، لكن هذه العلاقة المحتملة بين داء الزهايمر والسكر تعد سبب آخر لشو دكتورة؟ للحد من تناول كميات كبيرة من هذا السكر. وأوضحت الدراسة أن يعني العينات سووها على 30 مخ بعضهم يعاني من مرض الزهايمر، وربطوا بين الجلوكوز ومرض الزهايمر إلى آخر الدراسة. يعني الخلاصة هي أن إليسون أشار إلى أن غالبا ما يكون هذا الإنزيم جزء من الاستجابة المناعية عند تراكم البروتينات غير الطبيعية في الدماغ، وهو ما يكون بسبب الضرر الناتج عن السكر والذي يقلل بعض وظائف الـ MIF. شو هاي الـ MIF دكتورة؟ ويمنع إنتاج إنزيمات أخرى. هذا إنزيم. إنزيم اسمه MIF. شو وظيفته هذه دكتورة؟ مو متأكدة من اختصار محمود. احتمال طبيب الأعصاب يعرف أكثر، بس هم كيف يربطون الحين؟ يقول لك إن زيادة السكر يسوي تثبيط لهالإنزيم اللي هو اسمه MIF، وهالتثبيط هو اللي يسبب ضرر ناتج عن السكر للدماغ، بالتالي يؤدي للزهايمر. يعني شوفوا يا جماعة، كان يقولون السمان الأبيضان السكر والملح كان عبارة تقال جزافة مثلا، يقولون قبل يعني إن السكر يسوي سكري والملح يسوي ضغط، ولكن شوفوا حتى في ارتباط بالزهايمر. يعني لهالدرجة يأثر السكر في أجسامنا.
طبعا السكريات عبارة عن سكريات صناعية، والضرر الأكبر ترى يكون من المحليات الصناعية مالت الرجيم، هذه لا ننصح فيها أبدا أبدا أبدا، ولا الأشياء الدايت، السكر اللي فيها غير مفيد أبدا ويسوي هشاشة عظام. هابي 8 مارتش دكتورة. ثانك يو. قل دائما اللهم أن ذنوبي لم تكن استهانة بحقك، ولا جهلا واستخفافا بوعيدك، وإنما من غلبة الهوى وضعف القوة، فاستغفرك ربي وأتوب إليك. استغفر الله العظيم. السلام عليكم، صباحكم عسل. صباحك عسل. إشطة. صباحكم فلو ياسمين. شكرا. هالمعلومة صدمتني، عندي سكر حمل يعني بنسى. لا هو ما قالوا السكري، قالوا السكريات يعني اللي السكر نفسه، مو مرض السكر، السكر نفسه. إنزين، شهر 11 شهر الرجل، التوعية بسرطان البروستاتا. شكرا، ذكرونا إن شاء الله، الله يعطينا عمر إن شاء الله 11، نحتفل في هذاك الشهر. Where are you flight؟ ما فهمت. كل عام وانت بخير دكتورة، وانت بصحة والسلام لكل النساء، وهذا يوم تحتفي فيه جميع النساء بإنجازاتهم، ويحتفي الرجل بإنجازات أي امرأة في حياته. أسعد الله صباحكم بالفعل، أحلى برنامج. إلى آخر الرسائل، جزاكم الله خير. أنا ما أعرفش أشرب الشاي أو النسكافيه إلا إذا كان مسكر. مسكر معلش، مثل المربى. لا هذا لا، نقلل يا جماعة. ما شفتوا الحملة اللي سويناها شهر بدون سكر؟ ما كان يقول ممنوع السكر من البداية، يعني إذا أنت قللتي ربع ملعقة من السكر كل يوم ما رح تحسين بالفرق. وفعلا في دراسة على طاري هذه الحملة، يعني هذه الحملة كانت اسمها وما تزال مشاركة في هذه الحملة، اسمها الجناحي، موجودة معانا عبر الهاتف، بتعرفنا عن نبذة سريعة عن هذه الحملة، وبعدين بتعطينا فكرة عامة وسريعة عن السوشيال ميديا في هيئة الصحة. تفضلي يا اسمه، صبحت الله بالخير، وكل عام وانت بخير. وانت بخير، صحة وسعادة. طبعا نحن عندنا اليوم في إحصائية طلعت في الصحف ان 66 من العاملات دولهم من النساء، فطبعا يعني اعتقد اكثر بس الإحصائية اعتقد مغرضة من قبل رجل، اعتقد احنا اكثر من 66. لا لا، الحلو دكتور نحن عندنا يوم العالم للنساء، ويوم المرأة الإماراتية، ويوم الأم. صحيح. ويوم الأكل والرجل يوم واحد بس. أي يوم واحد بعد والناس ما تذكره. الرجل لها الله. يعطيك العافية يا أسماء. تخبرينا شو رسالة إيجابية قبل الرسالة. أسماء خلينا بس نعطيهم فكرة عامة عن شو اسمه شهر من غير سكر سمينا ولا الحمد لله كنا بعدين فيها السنة نبدأ العام بشيء صحي، نفعل الإنسان يتحدى نفسه، لأن طلع أن السكر مو بس يسبب سكر مثل ما ذكرت أخوي محمود في بداية زهايمر، هي والله يسبب الزهايمر، مو بس الزهايمر، يأثر في الجهاز المناعي. الجهاز المناعي فيه وايد أمراض مرتبطة بالجهاز المناعي يعني. صحيح. ونقدر نشوف الحين في الفترة هاي أن في وايد أمراض غريبة تطلع وكلها بسبب الجهاز المناعي، فما أعرف إذا هو صحيا مرتبط يعني، لكن شخصية أنا ربطها بالسكر يعني. لأن نحن حياتنا يعني في ناس يعطون الطفل الرضيع سكر يعني. اي والله الله اكبر. ما يستوي، يحطون في الحليب سكر في بعض الامهات، وهي ممارسه خاطئه. الحليب سكر، يعطونه ماي بسكر، يقوم ساعه ابن الولد يكون يعني افضل، وهي كلها ممارسات خاطئه من الامهات تجاه الاطفال. صحيح. وهذا كنا نتكلم عنه في الاسبوعين اللي طافوا، انه كيف نحن يكون عندنا طفل صحي اكثر من قبل العياده الذكيه اللي احنا نسويها اسبوعيا. ولكن بما ان اليوم هو يوم المراه، والمرأة نصف المجتمع، هي روح المكان، والمرأة طبعاً طبعاً يعني مرأة. في أكيد في مسج جايني أسمى يقول والله الراجل ده ليه الجنة. اليوم الحلقة مخصصة لصحة المرأة، لأن هي الأم، هي نصف المجتمع تربي النصف الآخر. صحيح صحيح. فهي اليوم عن النصف الآخر بكافة فئاتها. فهي اليوم بتكون عن صحة المرأة، عيادة ذكية معنا، اختصاصية أمراض النساء من مستشفى لطيفة، وأيضا اختصاصية تغذية، لأن جزء كبير من صحة الإنسان هو من التغذية. أسماء في رسالة تقول أستاذة أسماء أصبحت فقرة ثابتة للبرنامج ولا شو؟ منورانا دايما ملكة السوشيال ميديا. هي والله حلو اللقب ملكة السوشيال ميديا. أمتى حيعملوا يوم للرجل؟ موجود، نطالب المساواة. الله يا الدنيا. أول أسماء يعطيك العافية، مشكورة. ومنطلع دكتورة فاصل، بس قبل الفاصل نذكر بأرقام التواصل.
للاتصال على 6005514414 ولرسائل نصية على 4006. موجودين لايف على اكاونت نور دبي على انستغرام واكاونت هيئة الصحة DHA_دبي. بعد الفاصل ان شاء الله بنذكركم برابط التأمين الصحي، ولكن ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، عندنا وايد مواضيع جميلة قادمة على صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. ما عليكم من الكحة هذه اللي كانت في البداية، كانت دكتورة يعني عيرت كحتها على البث على طول. يوم المرأة العالمي عادي، كل شيء مسموح لك اليوم. على طاري يوم المرأة، أنا كاتبين كل الأيام أساسا لهم، مش محتاجين يوم ليهم. ممكن نصفق حق هالمسج، احنا اللي غلابة ومظلومين. يقول منو، رجال؟ اي رجل، مو برجل، رجل. الرجالة لب الزينية. صباح الخير، صباح النور دكتورة. نعم. في على طاري المسج الخاص بالسكر، يقول انا كل الناس تقول لي حط صبعك في القهوة. اشوفه ترى، اشوفه والله، حط صبعك في القهوة بيستوي حلو. يعني الحين قصة ولا شو؟ صبعك انت في القهوة؟ صبعه هو. هو يقول صبعه هو في القهوة؟ ايه والله. شو رايك؟ يمكن ينقص سكر، ما ادري، افحص سكرك. زين، يقول اقص صبعي؟ لا خله، لا خله، ما تقصه، افحص سكرك. يمكن اذا تبغي يستوي مر بعد خبرني، بحط صبعي انا ها عشان نوازن السكر. دكتورة، ماذا يعني الغياب عن الوعي لثواني معدودة والشعور ببرودة في الجسد عند الضحك الشديد؟ ابو محمد. أبو محمد، أول شيء الله يديم عليك الضحكة إن شاء الله، واضح أن أنت إنسان مرح وتحب الضحك. أحيانا في حالات الضحك يغيب عن الوعي، يقول أدري. اصبر خلني أشرح للريال. اشرحي. شو يستوي أحيانا في حالة الضحك الشديد؟ ممكن يستوي أن الدم يعني يخف ضغط الدم في الدماغ، فيستوي عندك حالة أن أنت تحس كأنك راح تغيب عن الوعي، الدوخ، وممكن يستوي إغماء تام في حالات الضحك الشديد. نفس حالة العصبية الشديدة، مو في ناس لما تعصب وايد يغمى عليها؟ نفس الشيء في حالة الضحك الشديد، نفس الشيء. فنحن ننصحك ان انت ما تضحك ضحك يعني للماكسيمم مثل ما يقولون، لان غياب الوعي هذا ممكن يكون خطير. يعني خصوصا لو غبت عن وعي في مكان ممكن يكون في طاولة، تأذي نفسك. فالله يديم عليك الضحكة ان شاء الله وما تشوف شر. طيب شكرا لك دكتورة. اليوم نتكلم عن موضوع وايد مهم مستمعينا ومتابعينا. موضوعنا اليوم نتحدث فيه عن صحة الفم والأسنان. طبعا هذا الشهر هو شهر التوعية بصحة الفم والأسنان. موجودة معانا في الاستوديو الدكتورة شيماء المشهداني، طبيب أسنان، أخصائي أول طب مجتمع قطاع الرعاية الصحية الأولية. ما شاء الله أنتم مال قطاع الرعاية الصحية الأولية، كل واحد سمعنا هالطول، هي البوزيشن ماله ما شاء الله طويل. طيب نحن نتحدث عن الفعاليات اللي تقيمها هيئة الصحة بدبي بهذا الشهر، وأيضا نتحدث عن الخدمات اللي تقدمها الهيئة في هذا المجال. ففي البداية دكتورة، شو هي أبرز الفعاليات اللي سوف تقوم بها الهيئة بمناسبة هذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا على استضافتي. كما عودناكم في دبي دائما التميز، دائما في العالم كله يحتفلون بيوم واحد اللي هو 20/3، احنا نحتفل بشهر كامل في دبي. جميل. في الصحة والأسنان في عندنا كذا فعالية. في فعالية ان شاء الله بتكون مع تعاون مع مستشفى دبي اللي هي تابعة لهيئة صحة دبي، فعالية ضخمة بيكون في طلاب مدارس جايين للمستشفى والأهالي، بنشرح لهم عن أهمية صحة الأسنان، كيف العناية بالأسنان بالنسبة للحوامل النساء، بما انه احنا اليوم العالمي كل عام وانتم بخير للسيدات كلهم. بنتكلم ايضا عن صحة الحوامل، صحة السيدات، وصحة العامة للمجتمع ككامل ان شاء الله. في عندنا بعد احتفالية إن شاء الله بتكون كبيرة جدا، في فعاليات وحضور كبير مع إحدى المدارس إن شاء الله، بس بنخليها إن شاء الله هذه مفاجأة، نتكلم عن تفاصيلها بنظهرها في حينها. وكذلك عندنا أثناء الشهر هذا كله تحدي ابتسامتي. صحيح. أيوة. ما شاء الله عليك دكتورة، تمنيتي مبتسمة. دائما طب الأسامة مبتسمين. مبتسمين دائما. هل هم سعيدين ولا هم بس عشان يرون أسنانهم نظيفة وتي وتلق؟ يعني مزيج من الاثنين، مزيج من الاثنين. حبينا نتكلم عن تحدي ابتسامتي، لأن صراحة عندنا إحنا خلينا نقول نسميها آفة.
في صحة الأسنان. إحنا عندنا مشاكل كبيرة في تسوس الأسنان. في الإحصائيات اللي سويناها قبل 3 سنوات عندنا نسبة تسوس عالية جدا، يعني في كل 100 طفل عمرهم لا يتجاوز عن 7 سنوات عندنا 65 طفل منهم عنده تسوس في الأسنان. نسبة عالية وايد. نسبة عالية جدا، وهذه الإحصائيات صراحة يجب أن إحنا نقوم بعمل قوي وجبار حتى نخفض نسبة التسوس. يعني صحيح. في دراسات عملوها في بريطانيا مثلا، أجبروا الطلاب على تفريش أسنانهم لمدة 2 متواصلة في المدارس، خفضوا نسبة التسوس من 46% إلى 22% في 2 فقط، فقط لأن يفرشون أسنانهم في المدارس. وبناء عليه إحنا نقول ننظر نظرة تفاؤل، نظرة إيجابية. وكما قال محمد بن راشد في كتابه الأخير اللي اسمه تأملات في السعادة والإيجابية، اقتبست منه كلمة جميلة جدا، هي السعادة هي أسلوب الحياة. صحيح. فإذا إحنا نغير أسلوبنا في الحياة نعيش بلا ألم ونعيش في حياة سعيدة ومجتمعاتنا تكون سعيدة. أكيد. وبالتالي أسلوبنا لنغير هذا كيف؟ إنه إحنا ندخل طرق إيجابية وطرق سهلة للأطفال يتابعونها على أساس إنهم يحفظوا أسنانهم. إحنا قمنا بعصف ذهني، جلسة عصف ذهني مع مجموعة من الأطفال، وأخذنا برأيهم ما هي الابتسامة السعيدة والصحية. وعطونا أفكار رائعة صراحة، سبحان الله، الله أبدع في الإنسان وجعله هو إنسان مبدع. فمن هذه الأفكار جتي فكرة تحدي ابتسامتي. ممتاز. هذه التحدي هذا هو عبارة عن أنه إحنا نقوم بمساعدة ممرضات المدارس اللي إحنا قمنا بورش عمل دربناهم على طرق الصحيحة لتفريش الأسنان، أنه يتابعوا أولاد في المدارس يفرشوا أسنانهم مرة في اليوم في المدرسة، والأهالي يتابعون في البيت يفرشوا مرة. لو فرشوا مرتين في اليوم إحنا نقدر نقضي على هذه الآفة. فالحين تقريبا هذه الحملة تحت قطاع رعاية صحية الأولية بكل رعاية وشكر من دكتورة منال تريم، وكذلك بالتعاون مع شعبة الصحة المدرسية، كل الشكر لدكتورة نهد منصف، وإشراف طبعا من دكتورة حمد المسمار هي مدير إدارة خدمات الأسنان، كل الشكر والتقدير لهم على دعمنا المستمر في هذه الأمور. طيب دكتور، نحن بس نذكر بأرقام التواصل معنا 600551414 وعن طريق رسالة نصية على 4006، ومعاكم متواصلين عبر حساب هيئة الصحة DHA_Dubai أو نور دبي لايف على إنستغرام. اللي عنده أي سؤال أو عنده أي استفسار ممكن يتواصل معنا بشكل مباشر. دكتورة، يعني في أسئلة كثيرة جاتنا ممكن نأجلها أثناء الحوار، نحن ممكن تحصلون إجابتها بعد كذلك من خلال الحوار، ولكن حق شو نبغي ننتقل دكتورة؟ نسألها عن خدمات الهيئة في مجال طب الأسنان. طيب ما نسأل عن خدمات الهيئة وبعدها ما ننتقل إلى بعض الاستفسارات الموجودة لدى الجمهور. تفضل دكتورة. عندنا خدمات الهيئة طبعا في جميع تخصصات الأسنان موجودة متوفرة. في عندنا الطب العام اللي هو فيه علاجات كل شيء، في عندنا طب علاج الجذور، وعندنا أيضا تركيبات، عندنا زراعة الأسنان، كذلك عندنا تركيب، عندنا التقويم. يوجد أيضا طبعا جزء من الأخصائي التنظيف والوقاية، وضع الفلورايد، متابعة مع الأهالي. عندنا أيضا عندنا عيادات مع عيادات التطعيم لإعطاء النصائح للأهالي، الأم الأطفال أنه كيف تهتم بصحة أولادها، صحة الأسنان، صحة العائلة ككل. في أيضا عندنا حديثا دخلنا التبييض، وفي طباعة ثلاثية الأبعاد أيضا دخلت هاي حديثا. فالحمد لله الخدمات كلها متوفرة لما يخص رعاية صحة الأسنان. ممتاز. شو أكثر أمراض الفم والأسنان انتشارا؟ والله أنا يعني أنا برأيي أهم مشكلة عندنا التسوس. تسوس هذه أهم مشكلة، تيجي بعدها أمراض اللثة. طيب دكتورة، أنا هني في يعني واحد من الظريفين اللي موجودين عندنا يقول يعني ما شاء الله عليه، يقول أنتم مسوين برنامج مدة ساعة. زين، تكلموا شو فائدة الدراسات هذه، شو فائدة الإيجابية، نظفوا أسنانكم وخلاص، جملة صغيرة سووا موضوع منه ساعة ليش، ويضحك. زين، هو المشكلة الآن هي في الاستمرارية في التنظيف. يعني أنا أسوي يوم وبعد سنة قضية. لا، الفكر كله دكتورة يعني ألم بسيط في السن شو يسوي في جسم الإنسان. نعم فعلا. عندك عصب بنفس الشعرة
موجود في السن ولكن الألم مبرح جدا لأن اتصال مباشر مع الجهاز العصبي الموجود في الدماغ. فألم الأسنان ما يحس فيه إلا اللي عنده الألم نفسه. وإحنا مهم جدا إنه ما نوصل الإنسان إلى هذه المرحلة من الألم والمشاكل الأسنان أكيد. لأنه ممكن تؤدي إلى أنه خلع السن وخلع السن يحتاج إلى تعويض وحلقة مستمرة ما نقدر نطلع منها. فإحنا الوقاية خير من العلاج أكيد. وبعدين عندنا مثل عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أشاق على أمتي لأمرتهم بالسواك بعد كل صلاة صحيح. يعني إحنا أساسنا هو تفرش الأسنان صحيح. لو فرشنا الأسنان مشاكلنا كلها تنحل إن شاء صحيح. الله صحة الجسم تكون صحة الفم أصلا دكتورة ما شاء الله عليك دكتورة شيمة ومنورة دكتورة شيمة كاتبينا عندي موضوع السمنة من أسأل حق دكتورة ندى بعدين بس الدكتورة هل الجسر للأسنان أفضل أم الزراعة؟ والله يعتمد على حالات كثيرة. أولا عندنا نسبة العظم الموجودة في الأسنان في الموجودة هل هي تتقبل الزراعة أو لا. في عندنا طبعا مشاكل صحية مثل اللي عنده مشاكل في السكري اللي يأخذ مثلا أدوية معينة لهشاشة العظام هذه ممكن ما يساعدنا أنه زراعة الأسنان تنجح. فبالتالي الاختيار يتم على حسب حالة صحية للمريض وأيضا الحالة الفموية للمريض. صحيح. أنصحهم على المسواك أفضل. متى يجب فحص الأسنان؟ من جاوب على هذا السؤال بعد الفاصل شو رأيك دكتورة؟ إن شاء الله نطلع فاصل بس قبل الفاصل نذكرهم بأرقام التواصل دكتورة على 600551414 ورسائل نصية على 4006 موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai وأكاونت نور دبي. فاصل وراجعين. فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة حياكم الله معانا مرة ثانية مستمعين الكرام ومتواصلين معاكم على موضوعنا الرئيسي اللي نتكلم فيه هو موضوع شهر توعية صحة الفم والأسنان. معانا في الاستوديو الدكتورة شيمة المشداني طبيب أسنان أخصائي أول طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية وطبعا كالعادة مرافقتنا الدكتورة ندى الملة. حياك الله معانا دكتورة بعد كذلك. عموما نحن على الفاصل كنا نجاوب على أسئلتكم عبر الانستغرام لكن دكتورة في سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله عشان يشوفون ضروسهم الحصاي ما فهمت زي كيف التسوس برغم أن نحن نفرش أسناننا؟ هذا سؤال مهم دكتورة. سؤال مهم جدا لأن طريقة التفريش بعد لها دور وطريقة الأكل بعد مهمة جدا. أنا لما أستمر في الأكل بشكل متواصل على طول اليوم ما أعطي فرصة لإعادة بناء الأسنان مرة ثانية. يعني أفرج مرة أو مرتين في اليوم بس أنا طول اليوم أكل حلويات وبيبسي والأشياء هذه صحيح. والمشروبات الغازية فلازم أعطي فرصة للفم إعادة بناء نفسه. طريقة التفريش الصحيحة مهم جدا. الوقت التفريش بعد مهم جدا. مهم جدا قبل النوم ما في أكل وهي كلها تتفرج بشكل صحيح. أستخدم المعجون المناسب للعمر المناسب. يعني الأطفال اللي هم معجون في نسبة فلورايد الكبار لهم بعد معجون بنسبة فلورايد معينة. جميل. هذا نفس الإجابة لك يا خديجة الزعابي كانت تقول ولدي عمره سنتين وكم يوم كيف آلية تنظيف أسنانه لأن أمس لاحظت تسوس في أسنانه الداخلية. هذا سنتين دكتورة. إيه نعم. يدوب ضرسين يعني. لا محمود عنده ضرس كامل. حتى لو عنده ضرس واحد أنا أنصح بتفريش الأسنان. حتى لو ضرس. شو أكثر فئة عمرية فيها التسوس دكتور بما أن تقول عن من عمر تقريبا 5 إلى 7 سنوات هذه أعلى فئة في إمارة دبي يعني إحنا بس في أصغر مثل ما قالت في أصغر طبعا في أصغر طبعا دكتورة كانت في مجموعة أسئلة قلنا نحن ما نتكلم فيها على الهواء لأن أسئلة مهمة جدا كان عندنا مو بكاتب اسم المستمع بس كان يتكلم قال ما دام تتكلموا عن صحة الفم تكلم عن خطورة الجير وشو الحل النهائي؟ الجير مهم جدا أنه يزال بطريقة صحيحة وطريقة أخصائية. لازم على الأقل مرة في السنة أروح أسوي تنظيف عند أخصائي التنظيف لأن هذا الجير هو تراكمات تجمع البكتيريا وتؤدي إلى التهابات اللثة. فأنا كنصيحة لي لازم أنا مرتين في السنة أروح طبيب الأسنان أزوره. إذا شفت أنا عندي مشاكل في اللثة وهذا أخصائي الأسنان يعرف يعالجك ويعرف يحولك على الأخصائي الصحيح. تنظيف الجير مهم جدا وإزالته. طريقة التفريج الصحيحة هذه بعد تأثر على أنه كمية الجير تكون أقل ونوع الأكل بعد قلنا مهم. هو كله مرتبط في بعضه هي سلسلة من الارتباطات لازم تكون كلها صحيحة على أساس أنه نوصل إلى صحة عامة وصحة أسنان صحيحة. طيب في وايد أسئلة عندنا اليوم منحاول أن نجاوب عليها لكن أخذ مداخلة من حكمة على السريع حكمة لطة والله يخليك خبرنا شو سؤالك تفضل يا سيدي.
صباح الخير. الله يخليك. عندي سؤال للدكتورة. عندي مشكلة أنا كل أنا ونايم بضل بعض عسناني وما كنت لقي لي حل. ما كنت لقي حل يعني حطيت الأرك وهذا بس ما مش الحل. أوكي. إن شاء الله. شكرا لك يا حكمت. هذا يسمو صرير الأسنان أو الأزعة أسنان. هذه عادة تكون نتيجة توتر وتعب شديد في العمل ونفسي أكثر مما هو صحي. عادة يتم علاجه إما أن نوضع تلبيس في الليل يقول ما فاد من عنده. إذن إحنا يجب أن نرى شو العوامل الأخرى المؤثرة عليه. هل هو عنده نسبة توتر عالية جدا في النهار؟ هذه الأمور بعد يجب أن نعالجها إن شاء الله. يعني إذا مو متزوج الزوجة حكمت عموما أخاف يزيد عليه. لا والله بيخف. لكن أنت وحيد كل ما يصرف الليل بخف مع يوم المرأة العالمي بيخف. عموما يقول الحين الحشو أحسن ولا قطع العصب دكتورة؟ حسب الحالة طبعا. شو سبب هشاشة الأسنان وشو علاجها دكتورة؟ هشاشة الأسنان أكيد دكتورة ندى بعد أنت بتوافقين رأي أنه يمكن لها تأثير بالكالسيوم والأشياء هذه الأمور والمعادن، فهذه لها تأثير. كذلك في بعض الحالات يكون خلقية، يعني صحيح. هشاشة العظام هشاشة الأسنان خلقية فنحط لها تلبيسات عادة. طيب الحين أنا بسألكم أنتم اثنين الدكاترة ما شاء الله عليكم، يعني جت موضة الأسنان والتلبيس والهوليوود سمايل وكذا، زين أول شيء هل هذه مسألة يعني واحد يسويها ما فيها شيء عادي يعني تنصحون فيها ولا لا؟ هذا واحد. اثنين إذا سواها زين كيف ينظف أسنانه؟ نعم. إذا الشق الأول في وايد ناس مرضى يجون العيادة يقولون دكتورة شو رأيك بالفينير أو بالتلبيسات أو بالتيجان أو مختلف الأسماء مالتها. إحنا دائما نقول يا جماعة حتى إذا كان طبيب الأسنان شاطر وماهر يقول لك إذا أنت غير محتاج لا تركب ناحية تجميلية تحب، هذا شيء راجع لك، ولكن احنا ما ننصح فيه الا للحالات مثلا الناس الاسنانهم اصلا مكسوره، كان عندهم تسوسات لما كانوا صغار فتلاقي السن مشوه، عنده فقدان الاسنان لسبب من الاسباب حادث او اي شيء ثاني، بس اسنانكم زين يا جماعه لا تركبون هالفينير او التلبيسات. وبتخبركم الحين الدكتوره شيء شو مساوئها او شو تاثيراتها. طبعا لان التلبيسات هذه تحتاج الى عنايه خاصه، صحيح. وأنا إذا مقدر هذه المسؤولية ما أسويها، لأن التلبيسات هاي تحتاج طريقة تنظيف معينة، الخيط معين، لازم متابعة مستمرة مع طبيب إذا في كسر للسن في شيء، لأن هذا ممكن يؤدي إلى حساسية أسنان وإلى التهابات العصب وإلى آخره. ففعلا إذا أنا الحالة تستدعي نحط هذه الأشياء. وفي طرق أخرى لتجميل أسنان، التبييض، تنظيف الأسنان بشكل مستمر، صحيح. مثلا في حالة إذا انعوجاج الأسنان ممكن يصير فيه تقويم. فأنا ما أتوجه على طول مباشرة للتلبيسات والفينير إلا لما أكون فعلا بحاجة لها. صحيح. والله هذا سؤال مهم جدا دكتورة، هل وضع فرشات الأسنان حسب الدراسات الأخيرة تكون معرضة للجراثيم؟ نعم نعم طبعا يجب تنظيفها بشكل، أنا أنصح صراحة. كيف ينظفونها الحين؟ أول شيء شو يسوون؟ يحطون منحار ولا شو؟ بعد ما يخلص تفريش يغسلها جيد في الماء. أنا في البيت أسويها، أجيب مضمضة أسنان، مضمضة الأسنان، وأغسلها شوي في مضمضة أسنان وأتركها تنشف في مكان ناشف يعني. بهالشكل هذا ما عندك مشاكل، تقتل الجراثيم. وفي ملاحظة بس عفوا محمد قاطعتك، الناس اللي تحط المغسلة تكرم عدال المرحاض. أيوة. هذا جدا خطر، يقول لك مع كل ضغطة للمرحاض تكرم الفلاش يطلع البكتيريا تطلع إلى فوق وتسقط على فرشات الأسنان. لازم يكون من الجانب البعيد. صحيح. فرشاة. طيب زين خل ناخذ وصفة طبية لتنظيف الأسنان. الدكتورة كل كلامه وصفة طبية. الدكتورة شو الحل من وجع إبرة البنج بالأسنان؟ هل في طريقة نخفف من ألم الإبرة أو تجنبه؟ أتذكر في عندكم شيء يسمونه الغاز الضاحك أو شيء. الغاز الضاحك هذا له حالات خاصة، وأكثر شيء يستخدمون الناس للأطفال. اللي عندهم شديد الخوف وهذا يخدر، مش يخدر المكان بالضبط بس يعطيه نوع من الارتخاء للمريض على أساس نقدر نشتغل عليه. أما في طرق كثيرة موجودة، في عندنا البنج الموضعي نضعه، وفي طرق جديدة بعد في جهاز اسمه دنتال فايب، هذا يسوي نوع من الاهتزازات على اللثة لما تعطي الإبرة ما يحس فيها. ففيها طرق كثيرة. أحسن تلبيس للأسنان شو حسب المقاول؟ ما فهمت شو التعليق هذا. زين صوت الدكتورة منخفض شوي، الدكتورة علي صوتك عشان يسمعونك أكثر. صباح الخير، عندي سؤال مهم للدكتورة. إذا تم زراعة الأسنان وصار كسر بالعظم، كم المدة التي ننتظره عشان نقدر نزرع مرة ثانية؟ كم المدة اللي يبني فيها العظم ويرجع طبيعي؟ تقريبا مدة شهرين إلى 3 أشهر. بيتم بدون ضرس؟ نعم. لا حول. ممكن يحطوا له شيء مؤقت يعني. إذا الحق بالزيارة صلة الرحم مش طبيب الأسنان يا دكتورة.
جميعهم جميعهم. زين، أعاني من السواد في اللثة، فماذا تنصحين؟ سواد اللثة هذا شيء طبيعي، ولكن في علاجات بالليزر يسوونها يخففوا هذا السواد. ولكن أنا أنصح إذا السواد هو ما في أي مشكلة يعني مرضية حقيقة، إلا إذا طبيب الأسنان شك في شيء معين يسوي فحوصات معينة. يا حالات المذيعة جميلة ما شاء الله. الفينير أصبح موضة أكثر من حاجة أو علاج. صحيح. أنا أضعها، تتكلم هنا عن الفرشات الأسنان، تقول أنا أضعها في ماء وملح. ممكن طبعا، ما في مشكلة. في تقنية جديدة للتخدير بدون إبرة تكلمت عنها الدكتورة. إنزين، شو الحلو يا ضرس العقل إذا ما كان طالع كامل أجعله؟ مؤلم أجلعه يعني. ولا ترية يطلع كامل؟ شو الدكتورة؟ هو إذا ما في مشاكل، هو ما طالع أبدا وما قاعد يأذي، نخليه زي ما هو، ما نتحرك فيه. أما إذا كان في مشاكل أو يؤدي أنه ممكن يتسوس أو يأثر على السن اللي جنبه، فيفضل أنه يزال. وكذلك أيضا يفضل أن أخذ رأي أخصائي الجراحة أيضا. طيب، الطفل 3 سنوات عنده أسنان متفرقة، هل يحتاج علاج أم أنتظر لين يطلع السن؟ لا طبعا، ما يحتاج أي علاج، هذه طبيعي، حالة طبيعية، بتسقط وبترجع الأسنان دائمية تطلع إن شاء الله. طيب، عند التهاب في اللثة شو الحل؟ كل ما ضربت معجون يطلع دم. دم لا تضربه. توفي نقول إحنا لازم يضربه في المعجون. لا، يفضل إنه هو يروح يسوي تنظيف عميق، وبعدين نكتشف سبب الالتهاب هذا، ليش في السبب. يمكن يكون مجرد للتنظيف العميق ويكون أموره أو يكون في أسباب أخرى. ممتاز. يعني ما نهمل أبداً من اللثة. لا أبداً. طيب، يا حالات المذيع ما شاء الله، جميل المذيع، مو بس المذيع تمدحون. أسناني بعد التقويم ب5 سنين بدأت تتفرق، فما الحل؟ هذا موضوع التقويم خلينا نتكلم عنه. يلا خبروني أنتوا الاثنين، خبروني عن التقويم. عادة التقويم بعد ما يخلص العلاج يحطوا شيء اسمه ريتينر، اللي هو يحفظ الأسنان مكانها. وهو يكون واير صغير حديد معدني من حط خلف الأسنان ويثبت الأسنان بشكل هذا. كم يتم هذا تقريبا؟ هذا على طول مستمر، على طول يعني مدى الحياة. أي مدى الحياة، عشان يحافظ على العلاج بعد ما تتفرق الأسنان. تقويم من أول وديد. زين، أوكي. من شقودة مو محتاجين لا تسوون. أسناني بعد التقويم 5 سنين، هاي قلناها. عندي أحد الأضراس العقل خارج بالعرض وليس بالشكل الصحيح، والدكتورة تنصح باقتلاعه. إيه طبعاً. إذا لك مشاكل إذا سبب لك ألم. طبعاً. في ناس يوم ألم شديد ما يقدر ينامون حتى. أكيد صحيح. يعطيكم العافية وإن شاء الله إلى الأمام. شكرا لك. لو أحتاج دكتور أسنان، لو أحتاج الدكتور الأسنان إلى الدكتور يستوي يعالج عمره؟ لا. أنا بقولكم شيء صراحة، أنا شفت واحد من الأطباء عندنا ضرب نفسه بنج. ما بنقول ضرب نفسه بنج وشل الضرس. أنا هذه ما شفتها بحياتي. صحيح، بس واحد سواها عنا. دكتورة، لما نيوي ننوي يعني يمكن ننوي تنظيف للأسنان، نحس إن الأسنان تكون ضعيفة، الأسنان تكون ضعيفة. هي هالإحساس تحس كأنه حساسة تكون شوية في البداية. أكيد بعد كم يوم تكون الأمور إن شاء الله بخير. طيب، عفوا ما سمعنا السؤال، أرجو التواصل ما تردون. بارك الله فيكم. يوسف الأنصاري، اتصلي في حمدة، شوفي يوسف الأنصاري إذا عنده شيء يبغي يكلمنا. طيب، عموما نحن وصلنا إلى يعني ختام فقرتنا الخاصة بالأسنان مع الدكتورة شيمة المشهداني، طبيب أسنان أخصائي أول. دكتورة، كلمة أخيرة تبغين توجهينا؟ تفريش الأسنان، ثم التفريش، ثم التفريج والخيط. وأتمنى أطفال دبي كلهم يشاركونا في تحدي ابتسامتي. لحد الآن في 4000، أكثر من 4000 طفل قبل التحدي تفريش الأسنان. وايد نشكر الدكتورة وداد الميدور، رئيس قطاع صحة الأولية في وزارة الصحة، وكذلك دكتورة سارة الشايع، لأنهم ساعدونا في أن أطفال يشاركون في هذا التحدي. فأتمنى أطفال دبي كلهم يشاركون في التحدي، وإن شاء الله نقضي على التسوس إن شاء الله. أعزائي المستمعين، سوف سامحوني نتحدث عن خدمة مواليد السعادة في مستشفى لطيفة. هالخدمة الوايد منكم سمعوا عنها مو بعارفين بالضبط شو هالخدمة. رح يكون معانا إن شاء الله اليوم على الهاتف فاطمة رمضان، رئيس شعبة علاقات المتعاملين في هيئة الصحة في دبي. صبحت الله بالخير اختي فاطمة. صبحت الله بالنور حبيبتي.
يسعدكم إن شاء الله. الله يسعدك إن شاء الله، ومبروك عليك يوم المرأة العالمي. الله يبارك في حياتك، وهذا يوم سعيد. فتخبرينا عن خدمة مواليد السعادة. طبعا رؤية الهيئة هي صحة دبي تتماشى مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، ومع رؤية سيدي الشيخ حمدان بن محمد المكتوم الله يحفظه. احنا طبعا هدفنا إسعاد المتعاملين، ونحن المتعاملين اللي موجودين عندنا بالنسبة لنا ضيوف مش متعاملين احنا. صحيح. فانشأنا مركز السعادة. مركز السعادة ضمينا الخدمات تقريبا كلها اللي موجودة بالمستشفى في منطقة واحدة عشان نقلل رحلة المتعامل. بعدين شكلنا فريق يزور الأقسام الداخلية في المستشفى. فمن هالفريق أطلقنا مبادرة مواليد السعادة. مواليد السعادة عبارة عن أكثر من خدمة نقدمها بعد ما تربي الحرمة، وهي إصدار الجواز وشهادة الميلاد وتسجيل المواليد في التعداد السكاني. فهذه يعني رحلة المتعامل عندنا صفر، يعني ولا يسجل في أبليكيشن ولا يسجل في أي شيء، مجرد إحنا ناخذ من عنده الدوكيمنت ونسوي له كل شيء من البداية لحتى النهاية، ويطلع عندنا من عندنا إن شاء الله سعيد. متى تم تفعيل هذه الخدمة فاطمة؟ تم تفعيلها الله يطول لي بعمرك في شهر 2. بديناها إحنا في شهر 2، وللحين إحنا أصدرنا تقريبا 16 جواز. طبعا شركائنا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كان بيننا وبينهم شراكة. ممتاز ممتاز. طيب نحن نتمنى لكم التوفيق. فاطمة تبغين تضيفين شيء قبل أن نختم معك؟ والله أنا أشكركم على هذه المقابلة، وإن شاء الله نتمنى زيارتكم عندنا. إن شاء الله، ونحن نتمنى زيارتك عندنا بعد في الاستوديو، ما نتكلم عن تفاصيل أكثر إن شاء الله. شكرا لك فاطمة. طيب نحن ما نرجع لموضوع الأساس، سامحينا دكتورة نحن قلنا لك قاعدين شوية، لأن في عندنا أخونا يوسف الأنصاري معانا على الهواء. نعم تفضل. صباحك الله بالخير أخو يوسف. صباحك الله بالنور والسرور، كيف حالكم؟ بخير أخوي. استعيل عطنا السؤال على السريع عشان تسمعك الدكتورة. السؤال اللي عملت أنا عندي مع يعني نقطتين، المشكلة مع الدكتور الأسنان وش في أسناني، المشكلة الثانية هي الأسنان طبعا. المشكلة الأولى دكتور الأسنان يعني كل ما أسير عند دكتور يتعامل معي بكل خشونة، ويستخدمون هذا التيرم يا أخي أنت ريال أنت ريال. يا أخي خلي المسألة ريال ما ريال في هذا الموضوع، نحن نخاف من الأبر، نخاف من التعامل شوي شوي. أليتني عقدة من الدكاترة هذا واحد تتكسر وخاف أسير. واضح يوسف السؤال الثاني. أحنا مشكلة أسنانك شو؟ مشكلة أسنانك. السؤال الثاني أنا كنت كان وزني يعني زيادة عن اللزوم، فسويت عملية كف معدة، وبعد فترة قامت أسناني بعد العملية تتكسر من البداية بتوين يعني والضرس من بدايته قامت في تكسرات وفي تشططات. واضح السؤال. شكرا جزاك الله. جزاك الله خير. طيب انا ببتدي مع يوسف الشق الثاني دكتور. لان امس كان بعد ويانا دكتور علي خماس بعد تكلم عن بعض الممارسات اللي يجب اللي يسويها مثل هاي العمليات اللي يجب يتبعها. من الفيتامينات ومن طبيعه الاكل وهذا. تفضل دكتور. نعم اتوقع ايضا انه بسبب قص المعده في كثير من الكالسيوم والمعادن هذه اتاثرت. صحيح. نسبها في الجسم، وبالتالي هذا اكيد ياثر سلبا، لان الاسنان جزء من الفم والجسم. انا نصيحتي لك اولا متابعه جيده لتنظيف الاسنان، وهاي اذا كان في تكسر شديد للاسنان ايضا ننصح انه يكون في نوع من التلبيسات او التركيبات اللي موجوده على الاسنان على اساس نحافظ على باقي ما تبقى من الاسنان. صحيح. ان شاء الله. طيب الشق الاول كان يتكلم عنكم انتم كدكاتره تخوفون يعني الصراحه. والله في شوفي علم النفس مهم جدا في طب الاسنان. طبيب الاسنان يجب يكون على درايه على الحاله النفسيه للمريض، ما له علاقه كان رجل او امراه او طفل. الابره هاي بعد شكلها يخوف اصلا، لونوها حطوها لون شيء نسوي له ورود. لا بس فعلا التعامل مهم جدا ما بين طبيب الاسنان، فهم المريض بشكل ونفسيته مهمه جدا في التعامل معه، لان كثير من الاحيان طفل عمره 5 سنوات يتقبل الامور بشكل، اما رجل عمره 30 سنه ما يتقبلها. صحيح. فاحنا يجب ان نكون جدا مرنين في التعامل مع المرضى.
طيب صباحكم الله بخير. أنا ضروسي صغيرة واللثة عندي نازلة على الضرس وكل ما يسووا لي تلبيس يطيح بسبة اللثة. سؤالي في المستشفى الحكومية ما يقصون اللثة؟ نعم يقصون اللثة. عندنا أخصائي اللثة موجودين. طيب للأسف تم رفض معاملة طفلتي. هذا موضوع ما لنا علاقة فيه. زين دكتورة السؤال أنا أراجع عيادة الأسنان بالشهر أكثر من 5 مرات بسبب التلبيس وتجميل الأسنان كاملة وعند كل مرة أسوي أشعة فهل أضرار من أشعة عند طبيب الأسنان في ضرر على الأشعة هذه دكتورة؟ كثرتها طبعا أكيد كل شيء زيادة عن حد أكيد بيأثر يعني. أما الأشعة الصغيرة هذه الأسنان اللي هي الأسنان الواحدة أو اثنين هذه بتكون نسب عادة الأشعة قليلة جدا مش زي الأشعة البانورامية اللي هذه. ولكن في بعض الأحيان طبعا إحنا ما نفضل أنه نستمر في أخذ الأشعة يعني في نمت معين للأشعة لازم نأخذها. زين هاي أم فاطمة تقول أنا عمري 42 ولين الحين ما طلع لي ضرس العقل هل هذا شيء طبيعي؟ لا طبعا طبيعي الموجود احسن لك بالمشاكل زين عموما كان باجي عندنا وقت اللهم لك الحمد. سؤال كان يتكلم عندي احد اضراس العقل خارج هذا تكلمنا عنه. زين في شغله بعد صباحكم بالخير نهاركم سعيد. عندي خلع دائم بالفك الايسر العلوي ما هي نسبه نجاح العمليه؟ والله هذه أخصائي الجراحة هو اللي بيحددها طبعا. في مشاكل مثلا هي عندك المفصل نفسه في الروابط اللي حول المفصل هذه كلها تعطينا أسباب أنه نجاح أو عدم النجاح يعني لازم يكون فحص موجود وأشعة وكذا بس نعطي نتيجة صحيحة. زين هني هذا أنا أبغي أرجع لأول تعليق لو أحتاج دكتور رسائل الدكتور شي يسوي عالج نفسه هذا جاوبنا عليه ورد قال لأن الدكتور يعرف أن السعر الأسعار غالية. ليش الأسعار غالية وين عيادتك يا دكتورة؟ أنا عيادتي في هيئة الصحة أهلا وسهلا وهي مجانية أصلا أي. يعني مو بوايد مجانية ترى في رسوم معينة عليها بعد ما أخلص بس رمزية يعني وذن هذا بعد ما أخلص من فرشات الأسنان أضعها على رف بغرفتي هل طريقتي تعرض الفرشاة للجراثيم؟ نعم مش يعني في غبار في أمور أخرى موجودة في الجو ما يفضل أن تحطها على الرف تحطها في مكان نظيف ونجاف عند الحمام ممكن وتكون مغطى في كثير من الفرش الأسنان فيها غلاف بلاستيكي تغطى عليه يفضل أنه يستخدم هذا النوع من طيب الغلاف. هذه آخر سؤال دكتورة عشان بس بنختم البرنامج يقول أسأل الدكتورة قول لها زي عندي زي الخراج بعد ما شلت سن العقل إيه نعم يمكن يحتاج لتنظيف أو السن اللي جنبه فيه مشكلة أو مكان الجرح مثلا ملتهب قليلا يفضل يرجع لطبيبة. نحن ختمنا معك أول مرة وهذه ثاني مرة جزاك الله خير دكتورة الله يسلمك شكرا جزيلا على وجودنا دكتورة ندى هلا شكرا لك وكل عام وانت بخير كل عام وانت بخير في نهاية الحلقة أتذكر يقول لي من أول ما دخلت وأنا أقول لك من البارحة زين كل عام وكل النساء بخير وقيادتنا بخير لتدعم أمين. النساء في جميع المجالات طيب السلام عليكم بنتي عمرها 12 الضرس البني في القواطع ظاهر ولم يقع والضرس دايم طالع على عرض اعلى الاسنان اخر سؤال اسف يا عيسى تفضل دكتور على السريع يفضل خل تيجي على طبيب نسوي لها اشعه ونشوف مشكله هذه شكرا لكم مستمعينا على امل نلقاكم ان شاء الله يوم غد مع الخميس الونيس على قولة دكتورة ندى هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف شكرا لك دكتورة شكرا لك حمدة وشكرا لك عيسى سبيل ودمتم بصحة وسلامة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.